وقت زي ما توصل بالسلامه من هناك لحاجه عواتك مش عايز مننا اي حاجه حضرتك الدكتور عامل لازم الله يخليك الله يخليك الله يخليك مش عايز حاجه حاجه عامل لها حاجه مش عايز حاجه حاجه يا رب ان شاء الله دعاء وللاستاذ محمود الاعلام الكبير مش عايز حاجه حاجه صلي على السلام السلام مش عايز حاجه حاجه صلي بالسلام عايزين حاجه منتظركم انتوا جايين ان شاء الله ان شاء الله دعواتكم بس حاجه من غير في حد سعاد فين؟ ألف مبروك يا حاج. كلمة عايز توجهها وانت رايح بلاد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحاج. شعورك ايه النهاردة وانت رايح تقدم مناسك الحاج؟ الحمد لله رب العالمين ان ربنا كتب لنا الحج بعد ما كنا قدمنا اكثر من مره وربنا وفقنا ان احنا نكون على من ضمن الحجاج بيت الله الحرام العام هذا العام وربنا ما يحرم اي حد مسلم من اداء فريضه الحج لان دي شعور منتهى السعاده ان الانسان يختم ممكن يختم حياته او يبدا حياته بحج بيت الله الحرام ودي قمه السعاده وقمه المتعه وربنا ما يحرم اي حد امين يا رب مسلم من هذه الفرصه نسالكم الدعاء والدعاء لمصر ان شاء الله منا منكم صالح الاعمال يا رب يا رب يا رب شكرا لليوم السابع شكرا رومان ليه تكلم امه يلا تكلم امه الف مبروك يا حاج الله يبارك فيك شعورك ايه النهارده وانت رايح تقدم مناسك الحاج لا شعور ما يتوصفش ما يتوصفش والله حد سعاد يا رب كل الحبايب يا رب يا رب ان شاء الله الله يخليك السلام عليكم ازيك يا عم الحاج شعورك ايه النهارده وانت طالع تأدي المناسك امام ربنا ان شاء الله رايح للمسلم اللي جاب كفاحته شفيع الضمير ان شاء الله ربنا ان شاء الله عقبال الناس كلها يا رب ان شاء الله ان شاء الله لا بس انا كنت مشغول والله كنت حاطط التليفون في الشنطه حضرتك مشرف البعثه لا انا متطوع بالاشراف ان شاء الله المشرف الرسمي يا حاج بخيت ان شاء الله متطوع اهم التعليمات اللي انت اديتها النهارده الحمد لله احنا بنحاول نوصل الحجاج في حكايه الشنط بتاعتهم والاغراض بتاعتهم كده بخيت في حد مجالس والاي دي هات وبنحاول نوصلهم على قد ما واحده بس طلع على كده بس يلا يا ولد السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي اهلا بك في هذا البث المباشر من محافظة سوهاج واول فوج لحجاج بيت الله الحرام حج الجمعيات يعني حبيت تدينا فكرة عن الاعداد وايه اللي بيحصل النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم يسعدني طبعا شرفني حضور هذا الاحتفال العظيم في المناسبة العظيمة النهاردة احنا مديرية تضامن سوهاج ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة عندنا 228 حاج 228 شمعة بإذن الله سوف تضيء سماء مكة المكرمة النهاردة الفوج الأول طيارة 7 مساء من مطار الأقصر زي ما انتم شايفين النهاردة عندنا عدد 2 أتوبيس فيهم تقريبا ما يقرب من 90 حاج هنتحرك حالا في خلال دقائق متجهين الى مطار الاقصر قاصدين الطائره المزمع اقلاعها باذن الله الساعه 7 مساء ودول يمثلوا حج جمعيات محافظه سوهاج لهذا العام بعدد 228 حاج وحاج دول اول اتوبيسين هيتحركوا حالا قاصدين الطائره المزمع اقلاعها الساعه 7 مساء ايه اهم التوجيهات والتعليمات اللي ادتوها للحجاج قبل ما يتحركوا لاداء مناسك الحج؟ يشرف طبعا مؤسسه الحج التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي ان احنا بنعين على كل اتوبيس مشرف له كافه المهام وكافه
النواحي الشرعية والإدارية. احنا طبعا في تدريب كامل وندوات متصلة مع الحجاج، دي يعتبر كل مجموعة خدت اكتر من 3 ندوات توعية. عندنا كل استعداد لعمل رحلة حج ناجحة. مؤسسة تيسير الحج والعمرة من اكثر المؤسسات في خبره في الحج والعمره. احنا السنه دي ان شاء الله بنقول بعد انقطاع سنوات عشان كورونا وما شابه بنؤدي هذا الحج هذا العام ب 50% من قوه الاعداد اللي كانت مرصوده لينا، بس ان شاء الله نامل ان يبقى حج موفق، والعام القادم باذن الله يبقى 100%. كل سنه وحضرتك طيب. صح حضرتك. عذاب الوراني مقبول مليان شنو معانا الدكتور السلام ان شاء الله السلام ان شاء الله يا محمد الشمسي تمام ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله يا محمد الشمسي يا عمر حاجه ان شاء الله توصلوا لنا بالسلامه ان شاء الله. يا عمر خلي بالكم من نفسك، الامور هتبقى كلها تمام ان شاء الله. كلنا بالسلامه. السلام عليكم. كلنا بالسلامه ان شاء الله. كلنا بالسلامه يا حاجه. دعواتكم. كلنا بالسلامه ان شاء الله. السلام ان شاء الله.